منك جديد زين الحداد قبل ما نواصل الحوار معاه. انتم اذا تحبوا تربحوا كهرباء تبعثوا اس ام اس على الرقم 85 98، تكتبوا هشأة وتجاوبوا على بعض الاسئله اللي هي سهله. كهرباء على ذمتكم في مناوعه الاحد تقريبا 50,000 دينار، ان شاء الله تكون من نصيب واحد من اللي يتفرجوا فينا. اذا كنا نسمعوا انت وينك أغنية ذات توجه صحراوي. صحراوي نقوله صحراوي سي بالطبع زي. جنوبية صحراوية، وأنا سعيد كل سعادة أني غنيت اللون هذا. عندك الميكروس زين سامحني علاش لخاطر حبيتها كتجربة، وزاد شجعني لا سي جابر قال لي معناها جابر المطيري قال لي معناها تغني اللون هذايا وبريتو كله هو فن تونسي راهو من الجنوب للشمال. من الجنوب للشمال. وأنا هنا نحب نأكد معناها سعادتي بالأغنية هذيا، وممكن عندنا أتعامل أيضا مع الملحن نتاعها اللي هو السي خليفة اللطيفي، إن شاء الله في عمل وباهي راهو التنويع. طبعا لا وانا نعرفك تنوع، نعرفك تبحث، نعرفك تبحث وين الحاجه تمشي لها انت، مش تجيك وحدها انت تمشي. لا مش وهذه حاجه هامه برشا. الله يهدي اللي كان سبب لشكون تقولها هذه. خذيت السؤال من عنوان اغنيتك. الله يهدي اللي كان سبب. الله هذه برشا نقولوها. الكلمه متداوله برشا. فالشاعر اللي هو معناها صاحب الكلمات، هي أغنية من أغانيه الخاصة ألفها الشاعر والصديق سي الحبيب الأسود ولحنها. إيه يا حبيب الأسود عندي وين ما سمعتش حاجة. الحبيب الأسود أنت قاعد ترجع في حاجات حلوة ياسر، في ذكريات حلوة ياسر، في ماضي حلو ياسر، في ناس حلوين خدموا الأغنية التونسية. شاعر الحبيب الأسود مش شوية أهم شعراء، مش شوية من أهم شعرات. والله برافو، أعطيوني تصفيقة سي زين، أعطيوني يلا. ولا الحان الفنان عبد البندق مش تسمعوا تو تسمع اللون نتاعها زاد جو الجنوبي مازالوا عندي زوز اخرين مازالوا سي الازهر الشعير تو بعد تويتي مره اخرى الازهر وصاحبي اي ماله ماله شعراء معناها ممتازين وفنانين وما عادوش يتعاملوا معاهم برشا. انت عرفت الثنيه معناتها. اسمع شوف سي عبد الرزاق راهو في الحياه هذيا، في الحياه هذيا انا نامن بما هو يسمى بما نسميوه التواصل. بلا شنو فماش قطيعة لما تقطع ما تحسش اللي بديت برشا حاجات ترجع انا بديت نحس فيها. اي بيكم انتم وبالعالمين الكل زين الحداد الله يهدي اللي كان سبب جديد زين حداد. الحب يقتل بلا سيف، الحب يقتل بلا سيف وبلا دم تجري نشوفا، الحب يقتل بلا سيف وبلا دم تجري نشوفا، واللي عشق السمح والظريف، واللي عشق السمح والظريف قولوا يا ناس محبته فيكتو. الله يهدي الكان السبب بيك.
كل اللي صار فيا ياللي موريني العجب وبدري ريحك عليا يهدي الكرس من أهل المودة سبتك من أهل المودة صاحب في وقت كل شدة صاحب في وقت كل شدة سبتك من أهل المودة سبتك من أهل المودة صاحب في وقت كل شدة صاحب في وقت كل شدة أول ما عديت مدة وبدت تملك شوية عصب غدرك عالصورة هدى خلاني على نار حي الله يهدي الكارثة بس في كل اللي صار فيا ياللي مريت العدل والدربي ريحك عليا الحقيقة يا مريت الحقيقة لك صادق لا فيك ديقة لك صادق لا فيك ديقة يا مريت الحقيقة يا مريت الحقيقة لك صادق لا فيك ديقة لك صادق لا فيك ديقة والبعض الزاق يا شرط اللي جرح ديا ما عاد تتحمل دقيقة قل على نار حي الله يهدي الكارثة بس في كل اللي صار فيا ياللي موريني العجب ومجري ريحك عليا يهدي الكارثة بس في كل اللي صار فيا ياللي موريني العجب ومجري ريحك عليا الله يهدي الكارثة بس في كل اللي صار فيا هذوما عروض هذوما عروض عروض نعرف يعني هذوما تجارب وعروض كبرى نعرف اللي هي عروض شوف سي عبد الرزاق اللي حكيت عليهم دولة العشاق قطوف عربية مراوحة انفتاح هذوما شنو من العروض هذوما انطلقتوا مدة 5 سنوات في تجربة جديدة هي وأن يقدم عرض يبدأ فيه خيط رابط في الأغاني في البرنامج في البرنامج في البرنامج فمعناها تطلع تو تغني تخدم على التونسي وتخدم حتى على حاجات اخرى لكن تبدا خيط رابط في المواضيع عندك دوله العشاق هو البوم صدر في 2015 حبينا نقدموا فقرات منه والاغاني هذوما اخترناهم الالبوم وسميناه دوله العشاق بعد قطوف عربيه قطوف عربيه هي سهره صوفيه دينيه حبيت نقدمها تنطلق من القيروان وما ادراك من القيروان في تراثها الديني وتم تطريز هذا العرض باغاني عربيه صوفيه دينيه خذينا من سوريا ومن مصر ومن ليبيا ولات قطوف عربيه قطوف عربيه صحيح صوفيه دينيه وبعد جاء عرض انفتاح اللي هو انفتاح هذا العرض مشيت الغرب ما تقوليش مشيت الغرب لا وانا في تونس لا مشيت بموسيقاك الى الغرب مشيت بالموسيقى للغرب يعطيك الصحه سي عبد الرزاق شنو هي الفكره انا وجماعه الاخيا الكل قلنا لي ما لا نعملوا عرض فيه الفقرات الكل التونسيه معناها الانماط الكل المالوف الاغنيه الخفيفه الاغنيه الفولكلوريه لكن التنفيذ فرقه مختلفه على هذه الفرقه هي غربيه فيها بطري وجيتار وساكسو واكورديون وحاسيلو التجربه هذه الفرقه كانت بقياده سي وسام المهيدي قام بالتوزيع وقدمنا العرض هذا في مدينه الثقافه بما ان هي نافذه مفتوحه على الغرب قلت لما لا نغني بالفرنساوي بالفرنساوي وغنينا لبلاد محلاها لبلاد هذه شنو هي محلاها لبلاد هي التجربه
قدمت فرنسي عربي، فرنسي عربي، وتكون لأول مرة في تاريخ الموسيقى التونسية، أول مرة، أول مرة. هو يتمثل فيش، خذيت الأغنية متاع جيران لنورمان، إيه محلها لا بلاد دي جون زغور، إيه، وخذيت أغنية متاع حسيبة رشدي، إيه محلها تذبيلة عينك، إيه، وعملت ما بيناتهم مزج، مزج من غير ما تحس بأي خلل. وهذا والمزج ذي باش تركبوا يلزم يلزموا خدمه تبع الموزعين. وثم سي بالحسن بالي هو اللي قام بجمل الربط دو تيل فاسون اللي حتى حد ما يحس بخلل، تقول عليها ملحن واحد ومؤلف واحد. وقدمناها في عرض انفتاح، والعرض انفتاح بثته قناه راي حنا باع المرتين، حنا باع المرتين، مرتين معناها مشكوره يعطيهم الصحه والله العظيم في البرمجه، قدموا معناها الكامل الحفل كامل قدموه، معناها الحقيقه شجعوني برشا قناه حنا بعد. وايضا ثم محطات اخرين معناها قنوات تلفزيونيه اخرى قدمت هذا الحفل. الحفل هذا معناها قعد ماركي بالنسبه للجمهور اللي حضر، علاش؟ لخاطر فيه تجربه جديده، زين الحداد راه يغني بالفرنسي، اي مفاجئ. خليني نشوف جزء ومن بعد نرجع للحوار معاك، خليني نشوف هذا الجزء شوقتنا ليه لانه مهم. زين الحداد يغني بالفرنسويه والعربيه في مزج يكاد يكون لاول مره، يكاد يكون لاول مره، اول مره نشوفه مع بعضنا. لا بلاد محلاها، لا بلاد محلاها، لا بلاد. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable, ah, la balade. محلاها لا بلاد، الاغنيه سميتها محلاها لا بلاد، خذيت العناوين الاولانيين تاع كل اغنيه ومعناها ضربناهم في بعض. تصبحك نسمعها شويه بحذاك هنا ولا لا ولا ولا لا خاطر لازم تتنفذ هي بال بالفرق. لكن يبقى كلماتها كلماتها شويه هي تقول هكا شويه شويه زنا. لا نقترح عليك حاجه اخرى، بتعمها اللي هي جو ني با شانجي، جو ني با شانجي، خوليو اغليزياس، وتغنيت في الحفل، وتغنيت في غنيناها في الحفل، في الحفله غنيتوها. يلا نسمعوا منها. Je n'ai pas changé, je suis toujours ce jeune homme étranger qui te chantait des romances, qui t'inventait des dimanches, qui te faisait voyager. Je n'ai pas changé, je suis toujours ce garçon un peu fou qui te parlait d'Amérique mais n'était pas assez riche pour t'emmener à Kourou. Et toi non plus tu n'as pas changé, toujours le même parfum léger, toujours le même petit sourire qui en dit long sans vraiment le dire. Mais toi non plus tu n'as pas changé, j'avais envie de te protéger, de te garder, de t'appartenir, j'avais envie de te revenir. Tu n'as pas changé. هذه تو نا با شونجي، زاد الزين الحداد على نفس الخط. لا انا حتى كلمت عليها قلت لهم جو ني با شونجي الا تونيزيان، الا تونيزيان. يلا عندنا بوب توا مع الشيف، الشيف سليم. يلا نستقبل الشيف سليم. يلا اهلا وسهلا بك، ماكلتنا حضرت. يلا هنا الشيف سليم، مرحبا. اشكو بك، اهلا وسهلا. بعدك الاشياء الاخرى، خلي الكاميرا تاخذ لنا صورة حلوة للي عملناه. آية فهمني شيف سليم. السلامة سا عبد، أهلا وسهلا بك، مرحبا. بالنسبة لذي السناد اللي حكينا عليها بكري، سناد كاتجان اللي هي تكون من سيسيليان، عندنا زاد اللوبيا الحمراء كما تراو فيها، عندنا البوم، عندنا الأورانج، عندنا بوفرون روج بوفرون جون، عندنا زاد الفلفل الأخضر نتاعنا البوفر فيغ هذاك. ديكوراسيون ترى فيها حاجه خفيفه، وبنينا برشا سلاد، ما تكلفش معناها برشا، ما تكلفش برشا، وبنينا ناخذوا كعبه كعبه، نجموا نعملوا كونتيتي باهيه.
بالنسبه للبروشيت سكالوب كيما ترى فيها ليغوم سوتي فيها زادك في كيف عنا اخترت نخدم بنفس ليزانغريديون تاع السلاد باش ما نكلفوش معناها الريسيت تاعنا تكلفناش برشا بالنسبه للعباد تبع فينا كل عندنا زاد بوفرون روج كيما ترى بوفرون فيغ العادي الجون عندنا زاد طومات سوريز كيف كيف فيها شويه كليل ديكوراسيون اخترت نخدم بشويه نواز زاد نعمل بها ديكور من الفوق هذه هي الريسيت تاعنا تاع اليوم وعندي صوص مع السلاد تجيب لنا برشا سلاد فينيغريت نذوق بنين نتشاهي هكا ما بحذايا نذوق السلاد زين الحداد مانيش باش ناكل سي زين اكول انت لا والله لا يضرني كيفي انا انت ماكش اكول معناتها شوي 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 صحيح اما توا اللي عملوا الشيف توا شاهي راهو شاهي يا ريت والله استنى نكمل الوصله بتاعي وبعد وبعد ناكلوا انا سي زين نلقاوها في ريستورون فراتيلي فراتيلي كيما معناها يعرفوا برشا عباد وديما يجيو يفطروا بحذانا عندنا الباج يتابعونا على باج فيسبوك نتاع سليم مورتيني شيف سليم مورتيني ولا باج الانستغرام كيف شيف سليم مورتيني مرحبا بكم بالنسبه للريزرفاسيون ولا باش عندي كوموند ولا ليفريزون مرحبا بكم في اي وقت وين موجود؟ ريستورون فراتيلي سونتر اوربان نور دوما ندخلوا للسنتر نلقاو على يدنا اليسار شويه معقده هي البقعه وجديده شويه ثم النمر اسفل الشاشه يلقاوها زاده يكلمونا عليه نزيدوا نعطيهم على البلاصه بالضبط ومرحبا بها. غدوه شو المنيو؟ والله كل مره كيفاش نبدلوا نحن شويه شويه غدوه نخدموا حاجه خفيفه ما نخدموش حاجه معناها نخدموش برشا بالحال نهار الاثنين العوده يلزم تبيع حاجه خفيفه نهار ثلاث نبداو نقويو بشويه بشويه نقول لك سعد الرزاق نهار الاحد لعبت كيلو الكسكسي اوكي ذكي الشيف سليم الشيف نتاعي انا ذكي على الاخر وزيد العباد تزيد معاها فطوره نهار الاحد اللي طيب ونهار الثلاث نهار الاربع يوفى الفطور فهمتني نجي نفطر في الريستورونات الكل اوكي نخدموا نمشيو نقويو شويه بنهار الخميس نهار الجمعه تلقانا نخدموا في الماكله العربي شكرا شيف سليم خلي لي الماكله غاديه عاد باش نكمل انا وسي زين ومن بعد نكملوا الفرقه معانا والفرقه معانا والفرقه معانا مالها عاد فرقتنا هذيك اللي تحيه لهم لساده يعطيهم الصحه شكرا ليك شيف سليم نرجع سي زين توا شو نغنيو توا غنيو ولفي شارد زيد الدلل هما زوز ولدي شارد زيد الدلل هي اغنيه انا ولفي شارد اش اللي رايد خلاني حايل ولفي ياه مش ولدي ولفي ولفي ايوه الولف شاد معناها خلاني حاير لش قلبه بارد والكلمات والحانسي كريم الخميري وعمل لي أغنية أخرى أي. اللي تنجم يقع فيها ربط من غير معناها يولي معناها عبارة كالكوكتيل صغير معناها الديتاي تو نكتشفوه نكتشفوه يلا زين الحداد ولفي شارد شارد اشيل لي رايد اشيل لي رايد
زيد التلج يلا
بكوفك آه كيف نشوفك نشوف الدنيا تهي على كوفك يا خلي تترمي معروفك وارضى علينا خلي ربي يسهل ملجأنا وبالملجأ القلب يسود ويزينا من الفراق البعد يمل زيد الدلل زيد الحداد زيد الدلل النجم نقوله يا اخوي سي زين عندي اسئله سريعه نحبك تجاوبني بصراحه لا نحب الاسئله الخطيره الخطيره مش تقول لي نوافق ولا ما نوافقش راه تفسر لي شويه علاش باهي توافق توافق انه بنتك ولا ولدك يشتغل في الفن اللي اشتغلت فيه انت واعطيت عمرك اعطيت عمرك بالحق للفن هل يوافق زين الحداد شو سي عبد الرزاق شو نقول لك حاجه اللي ممكن تفاجئك انت وبرشا عباد الفن عندي انا هوايه اي والناس الكل ممكن تعرف انا نعرف رأي. انت تعرف وثم عدد تخين يعرفوا انا عندي شغلي وانا جو سوي بور معناها كل اللي يخدم في الفن يعملوا بكيف كل واحد وقناعاته ولكن تعمل فيه باحتراف كبير مش نقول لك استنى ممكن مش يجي له كان ولدي ولا بنتي تقول يا بابا راه نحب نواجه خليها بطبيعه بحريتها خليها بحريتها اي بالطبع ولدك ولا بنتك اختيار اختيار ولا يعني لا معارضه لا مع الفن لا معارضه اما بالنسبه لي انا نقولها انا ممكن معناها يتفاجئوا على بالي انا شيخ مستمتع ما تصورش الاستمتاع اللي مستمتع انك خذيت الهوايه اني خذيت الهوايه والتوا والغدوه نمشي للنوادي نتاع الهواة ونقعد بحذاهم ونتعلم بحذاهم ونحب نرجع 40 سنه لتالي كيما حلو حلو وكل واحد ولكن السؤال شنو خدمتك انت في الاصل؟ انا خدمتي عندي مؤسسه نتاع تامين نائب عام لشركه تامين تامين احدى شركات تامين ما نقولوش عاد سينو تراسلي مع الاداره غدوه يقول لك ادفع ادفع يلزم لا يلزم ادفع عاد اليوم يا خويا فرقه موسيقيه يعطيهم الصحه لاولاد اللي جاوا وطبعا عززت خليني اقول الحقيقه وعززت بتجهيزات صوتيه خليني نقول جبت معاك تجهيزات صوتيه باش تكون الامور كما تحب يعني انت تصرف على أنا بالنسبه لي انا برافو. حاجه للجمهور وللناس نحترمك الناس اللي تفرجوا فيا ضمك نحب نقدم لهم احلى احلى ما عندي على مستوى الكلام واللحن والصوت والتصوير في كل حفله راه ما تصورش قداش ومعناها نتبع ونحب نجيب احسن معناها مهندس صوت ودقق ودقق في كل شيء يلا نمشي شفت ولا ما شفتش حزب العلم لمصطفى الدلاجي بحضور اكثر من 130 فنان تم استدعائك ام لا؟ هو لم يتم استدعائي وهذا ما ينفيش، نحب مصطفى نقول له يعطيك الصحة، يعطيك الصحة، يعطيك الصحة في اللي عملته، على خاطر حاجة تسمحني مش نقولها بصراحة. أي لحمي قشعر كيريت الحدث هذاك بالطبيعة وتمنيت وكان كون ما مش مشكلة بس تمنيت تكون فيه بالطبع بالطبع معناها حاجة نتاع البلاد نتاع العالم تونس أما لكن ما يسالش أنا نحب نهني مصطفى ونهني المشارك الكل ونهني حتى الميدان الفني نتاعنا نقول لهم يعطيكم الصحة يا فنانين اللي شاركتوا وراهو اسمع يا سي عبد الرزاق كل شيء في قضاء الشيرة حاجة للبلاد معها الناس الكل معها الناس الكل برافو باهي تتغشش ولا ما تتغشش في الفازة هذه كيف ترى فنان صاعد ويغني أغاني تافهة في تونس أو في العالم العربي ويحصد شهرة كبيرة لا ما تغشش ما تغشش علاش تغش فجأتني ولا لا هو خطرنا نتغشش لا سي عبد الرزاق شوف كي أغنية تافهة وناش حين نتغشش لا ما تغشش فنان لك سمحني والله نتغشش شو سمحني راه ثم مسؤولية أنا هاو رأيي ثم مسؤولية متاع كل فنان كل واحد كي معناه يختار أغنية قطع النظر على مستواها تافهة ولا ذات قيمة راهو بعد ثم تاريخ باش يشهد له بها أو عليها وباش يغربل ما باش يغربل بعد فهمت لكن نحن ننصحوه ما فيها بس معناها اللي معناها اللي يقدم في الأعمال هذه ما فيها بس تلفت له انتباه وينجم يعمل إنتاجات وحاجة تبدا مثلا هي نحن ما نقولوش تافهة نقولوا حاجة تجارية تجارية ماركة باش يدبر راسه بالدارجة فهمت باش يخدم بها سمعت ولا ما سمعتش؟ سمعت ولا ما سمعتش؟ النقابة جديدة للفنانين كتبها العام صابر الرباعي ورئيس الفنان الشرفي رئيس لطفي الفنان بوشنيق. الكبير لطفي بوشنيق انا تعرف هل هي انت موجود في هذه النقابه؟ لا هو مازال هي مازالت في مرحله تاسيسيه تكوين الاولاد الكل والبنات معناها لطيفه ونبيها ولطفي
وصابر وغازي وشكري بوزين كلهم انا نشد على يديهم ونقول لهم راهو كان تستحقوا لي هاو قدامي تستحقوا لي في حاجه راني معاكم على خاطر حاجه من هكا للبلاد. لكن ما تمش استدعاك برشا تغشوا. لا 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 مش مشكلة. فما شكون شوف ماهوش لازم في جيلك انت واسماء كبيره انا نعرفها وحكيت معايا حتى في التليفون معناتها بالحق متغشين على الاخر. لا أنه لا لا ما يلزمش تمش سامحني. لا سامحني سي عبد الرزاق وهنا خل نوضحوا حاجات هي تو مازالت كي تكونت وفي مرحله تاسيسيه ومش يقع اجتماع معناها التكوين للنقابه هذه. انا علاش فرحت لها نقولها لك بصراحه كثرة النقابات ولكن النقابة هذية اللي عجبني فيها واللي معناها ما يلي باش نمشي انا ونشارك معناها مش يلزمني نشارك وناخذ اشتراك يلزمني ناخذ الكارت علاش؟ على خاطر هي باين معناها متكونة من جماعة عندهم تجربة واحد معناها تو كيما الفنان الكبير لطفي بوشناق، الفنان الكبير صابر الربيعي، الفنان الكبيرة لطيفة العرفية نبيها كراولي كلهم عندهم خاصة اللي واكبوا الشرق خاطر النقابات اللي في الشرق كما في مصر نقابة مصر نقابة سوريا نقابة لبنان ونقابة المغرب معناها الفرصة باش معناها ركزوا نقابة صحيحة على خاطر هذا رينا نقابات عندهم قرب 10 سنين ما ثماش تحس معناها ما نقولش ضايعين ما عندهمش الفيسيل اللي يعني أنت تتفائل بهذه النقابة ترى أنها طالما أنها فيها ربما هالأسماء اللي قلتهم أنت ويشرفني أنا باش ناخذ معناها اشتراكي إيه واضح لكن النقابات اللي خدموا عملوا مجهود قد يشكرون عليه انا علاش قلت لك انا نقول يعطيهم الصح يعطيهم الصح اما علاش النقابه هذه؟ النقابه هذه عندها تجربه وعندها افاق بحكم الممارسه اللي معناها عاشوها مثلا تو كيما تاخذ الفنان الكبير العربي صابر الربيعي اي يعرف ايش معناها النقابه والدواليب النقابه لكن صابر يعرف اللي في مصر فما نقابه واحده في تونس وهذا كتبه مقداد السيلي مؤخرا قال في مصر 100 مليون عندهم نقابه وفي تونس 10 ملايين عندنا 15 نقابه كلام صحيح نحن هنا نتفق مع مقدار السيلي حتى نحن تو عندنا موجه تعدد في كل شيء في الاحزاب وفي النقابات ولو مقبوله زاد لا مقبول يبقى اعطينا نحن هو كيفاش اللي يخدم واللي معناها يجيب الحق ويجيب معناها العمل للفنانين انا معه وانا اتفائل خيرا ما نخبيش عليك معناها ما تنساش راهو البوا معناها الوزن نتاع الفنانين هذوما كبير برشا ينجموا معناها ياثروا ويعاونوا حتى ياثروا حتى على وزاره الثقافه بالطبع ربما وزاره الثقافه تتململ احيانا في صرف فلوس المهرجانات تتململ في الدعم تتململ في اخذ القرار اللازم اللي هو يكون الى صف المطرب يظهر لي هالناس هذوما كيتكتفوا ينجموا يفكوا مساحه ياخذوا مكانه مساحة. اللي معناها تليق بهم هما وينجموا يعملوا عده اشياء انا نقولها مبروك للفنانين هذه النقابه وراه بالنسبه لي انا اشتراكي موجود معناها نجي ناخذه ان شاء الله نسمع وقتش شو علاقتك بالفيسبوك ايه عندي صفحه فيسبوك انا عجبني انت لانك تعرف من اين تدخل على كل خلينا نشوف غنايه وحكايه لقطات وباش يحكي لنا الفكره ومن بعد باش نختم معاك في 6 دقائق زوز اغاني تختم بهم انت خليني نشوفوا هذه الساعه يلا مع زين الحداد على الفيسبوك اهلا بكم اصدقائي وصديقاتي على الفيسبوك كما وعدتكم اليوم نبدا باول حكايه وبطبيعه اول غنايه معها اول حكايه الغنايه الاولى اللي اخترتها لكم واللي انا تعز عليها برشا ونحبها برشا هي اغنيه شنية الدنيا بلاش انتي الدنيا فين انا وانتي كلمات شاعر المرحوم محمد العريبي والحان عم صدق ثري الاغنيه هذه ترجع لاواخر القرن الماضي في الرشيديه بالذات نحضروا في حفله وفي فتره الاستراحه قعدت نحكي انا عن الصدق ويحب القروان نحكي عن القروان هكاك عم يوسف هذا رجل كبير لاهي بدار الرشيديه قال لي زين الصدق معناها قل له يعطيك كل غنيه شنية الدنيا انا كبشت في الحكايه يلا فيسبوك بإجازة هذه غنية وحكاية هي حلقات ما عملت 16 حلقة في الكونفينمون في الحجر الصحي نتاع مارس 2020 قلقت حسين محصور في الدار خذيت أغاني اللي غنيتهم أنا نحط الرابط نتاعها ونحكي حكايات واقعية ثم حكاية تضحك ثم حكاية تبكي ثم حكاية معناها طريفة فكونت مجموعة ولا موعد يومي مع الجمهور أيه. كل يوم يحبوا يسمعوا حكايه انت تو تسمع اغنيه ما تعرفش حكايتك ما تعرفش كي ذيق بك الدهر مثلا شنية الدنيا ما تعرفش حكايتك شنية الدنيا ما نعرفش كي شنية الدنيا فيها حكايه طويله
خاطر برشا عباد يقول لك والله ما حلاه وهي حكايه. لا يقول لك علاش خذاها زين الحداد؟ اما راها وراها قصه هذيك هي القصه. هذيك انت جمهورك تعلموا فهمتك انت كواليس اغانيك كواليسها من ما وراء الاغنيه اللي ما نشاهدوش انت تعطيه له. شنو هي الدنيا هذه؟ اغنيه معناها غناها عم الصادق في الاربعينات ما تسجلتش. انا في الرشيديه عام 98 وجاني راجل لك الله غادي يفرق التاي قال لي زين برا للصادق راهو عنده غنية غناها مش مسجل. مشيت لعم الصادق قال لي انا نسيتها الغنيه ذي وشكون جاب عم الصادق نسيها نسيها لا 40 سنه ومش مسجله. تعرف يا سي عبد الرزاق نقول اول مره قعدت 6 اشهر نمشي ونجي على دار عم الصادق 6 اشهر نمشي ونجي 6 اشهر في حمام باش نتفكروها هكا الاغنيه. مره يتفكر كلمه يتفكر لك جزء وينسى لك الجزء الاخر ومره هكا يعطيني اللي من بعد 6 اشهر وقفنا الاغنيه سجلناها وعملناها فيديو كليب. فيديو كليب انت وياه وقتها انا وياه مذكر ومقصوده هذيك مقصوده وحلوه بس نتذكر وقتها كي حبيت ندخله هو باش نجسم روح التواصل بين الجيلين بين جيلك انت وجيله هو وجيله هو ثم جيل وليد صغير داخل بالعود زاد صحيح. هذيك علاش انا قعدت نغزل قلت بعد 40 50 سنه عم الصادق في كليب حلو حاجه طريفه روعه كما محمد رشدي في مصر عمل لك الكليب الاخراني وتوفى الله يرحمه بعد هاي. دونك انت حفظت للصادق ثريا حاجه في اخر عمره وذي تحسب لك انت لا ربي يستر وبرافو والله تحسب هذاك التواصل هذك. انا باش نقترح عليك شنو هي الدنيا ما دام تو حكينا على شنو هي هكا ونختموها بشنو هي الدنيا نختموا شنو هي الدنيا راهو بالنسبه لهذوما غنايه وحكايه موجودين على اليوتيوب والاغاني اللي قدمناهم الكل موجودين على اليوتيوب على اليوتيوب اللي خليني نعمل ريميرسيمون قبل ما يغني زين الحداد الملابس نتاعي انا شيرينغتون وانزو تشوز ونحب نشكر فرقة الأغبابي بقيادة محرز الزاير وسفيان هاي ستايل هذوما الناس اللي تقف معنا واللي تساندنا في إنجاز هذه الحصة ختامها مسك شنية مع الدنيا. المايسترو شنية الدنيا زين الحداد شكرا لك شنية الدنيا
عشقنا متولع بيها عشقنا متولع بيها يلا على خاطر تشبه على خاطر تشبه على خاطر تشبه ليكي شيء الدنيا مايسترو زين الحداد برافو We'll be right back.